أحداث تاريخية هامة حدثت في شهر رمضان المبارك، شهر الانتصارات للمسلمين. ومن أبرز هذه الأحداث غزوة بدر الكبرى التي حدثت في 17 من شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة، وأطلق عليها في القرآن الكريم يوم الفرقان، وهي المعركة الأولى بين المسلمين والكفار وانتصر فيها المسلمون. فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، وصادف اليوم 20 من رمضان، وعاد الرسول فيها منتصراً. معركة بلاط الشهداء الشهيرة والتي حدثت في اليوم الثاني من شهر رمضان، وقد وقعت هذه المعركة بين المسلمين والفرنجة، وأدت لتوقف التوسع الإسلامي في أوروبا. تأسيس دولة إسلامية قوية وهي الدولة الأموية في الأندلس، وكان ذلك في 15 من رمضان. فتح عمورية بعد أن استنجدت امرأة مسلمة بنداء ومعتصمة، وقد كان ذلك في 6 من شهر رمضان سنة 223 هجرياً. معركة حطين الشهيرة والتي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين وفتح بيت المقدس، كان ذلك في 26 من شهر رمضان الموافق 17 من شهر تشرين الثاني للعام الميلادي 1188.